فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط جمع الصلاتين لأجل المطر؟ وهل يجمع بين الظهرين لأجل هذا السبب؟ يجمع بين المغرب والعشاء في المطر المتصل، المطر المتصل الغزير الذي يبل الثياب، أما المطر الرذاذ والشيء الخفيف لمن ما يبث جمع، الذي لا يبل الثياب لا يبث جمع، هذا بين المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر هذا محل خلاف بين العلماء، المذهب والذي عليه الأكثر من لا يجوز، إنما هذا خاص بالمغرب والعشاء لأن الناس بحاجة إلى الكم في بيوتهم. نعم.